يلا 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 حطب يا وهبي حطب وولع النار حطب وشقف وشطب جاي أدار ست مسجلة أنا فلتي أنا مرحبا وهبي أهلين بالجار وهبي شو عم تعمل؟ عم شقف حطب أه يا بلا مخ يا وهبي عم تشقف حطب بالفراعة؟ إيه وبشو بشقفوا حطب؟ بسكين البقدونس؟ أه يا وهبي يا بهلي لا ما بسمح لك أنا ماني بهلي أنا فلتي يا وهبي يا فلتي الفراعة من اليوم وبالرايح مش لازم تبهدلها بين الحطب الفراعة لازم تعمل لها قيمة أكتر الفراعة؟ ايه الفراعة بعد فترة هي اللي رح تحكمنا ورح نعيش تحت سلطتها الفراعة؟ ايه الفراعة وهبي اسمح وبلش عمول من قيمتها وبلش حبها أكتر لازم تكسب رضاها أحسن ما تجيك من ورا غفلة يلا يلا كيح حد يا جار كيح كيح يا ستنا الفراعة نحن بأمرك أنا طالب منك الشفقة والرحمة والعطف لك شو بك؟ إيه؟ نحن اثنين طالبين إيه مزبوط مزبوط يا ستنا الفراعة نحن طالبان نحن خرطوش فردك وبأمرك كيف يا جار؟ تمام تمام وهيدا حدا سيف؟ إيه جوزة ما بالمستقبل هن العيلة الحاكمة الفراعة والسيف